المعرض الرابع ليا، معرض قاص رابع ليا. المعرض انا المره دي بقدم فكره مختلفه شويه، يعني يمكن دي تكون اول تجربه ليا قريبه شويه من الفن الاسلامي، لكن انا بقدمها بصوره معاصره شويه، وبقدم يعني بعتمد على جزئيه بسيطه من الفن الاسلامي اللي هي الشبكه الهندسيه الاسلاميه، لكن بطبقها بصوره مختلفه شويه، بطبقها بصوره معاصره على فورمز مختلفه، فورمز مودرن او فورمز معاصره. يمكن في التقنيه اللي انا معتمد عليها في الالوان اللي هي تقنيه البريق المعدني، ودي تقنيه ابتدت مع العصر العباسي الاسلامي، لكن انا النهارده بطبقها بصوره مختلفه، وبطبقها يعني مجموعات لونيه برده جديده ومختلفه شويه، بحيث ان برضو اربط بين الفن الاسلامي واربط بين المعاصره.